تصميم الإطار. تصميم الإطار موضح بالحروف التالية: R إطار بطبقات من الأحزمة الفولاذية، B إطار بطبقات من الأحزمة النسيجية. نوعية الإطار: يشار إلى أنواع الإطارات شائعة الاستخدام بالحروف الثلاثية التالية: P الإطارات الخاصة بسيارات الركاب، LT الإطارات الخاصة بالشاحنات الخفيفة، C الإطارات الخاصة بالشاحنات الكبيرة. معدل السرعة: هو السرعة القصوى التي يتحملها الإطار في الظروف الاعتيادية، ويمثل السرعة القصوى رموز حرفية مثل الحرف H يمثل الحد الأقصى للسرعة، وهي 210 كيلومتر في الساعة. جدول معدل السرعة ورموزها: L 120 كيلومتر في الساعة، N 140 كيلومتر في الساعة، P 150 كيلومتر في الساعة، Q 160 كيلومتر في الساعة، R 170 كيلومتر في الساعة، S 180 كيلومتر في الساعة، T 190 كيلومتر في الساعة، U 200 كيلومتر في الساعة، H 210 كيلومتر في الساعة، V 240 كيلومتر في الساعة، W 270 كيلومتر في الساعة، Y 300 كيلومتر في الساعة. قطر الطوق، الجنط المعدني: إن قطر العجلة مع عرض الإطار ونسبة الارتفاع إلى العرض جميعها تحدد مقاس الإطار. مثال: قطر الطوق المعدني هو 15 بوصة. رمز الحمولة القصوى: هو رمز رقمي يمثل الحمولة القصوى والطاقة التحملية للإطار عند السير بالسرعة المحددة، وتشمل وزن السيارة والركاب والشحنة، وتقاس بالكيلو جرام أو الرطل. مثال: رمز الحمولة هو 95، وهذا يعني أن الطاقة التحملية القصوى هي 1521 رطل على كل إطار. رمز الحمولة 93، 1423 رطل، 650 كيلو جرام. رمز الحمولة 94، 1477 رطل، 670 كيلو غرام. رمز الحمولة 95، 1521 رطل، 690 كيلو جرام. رمز الحمولة 96، 1565 رطل، 710 كيلو جرام. رمز الحمولة 97، 1609 رطل، 730 كيلو جرام. رمز تآكل مداس الإطار: يوضح مدى مقاومة الإطار للتآكل، وكلما زاد الرقم زادت مقاومة الإطار للتآكل. مثال: يبلغ رمز تآكل مداس الإطار 300. يقاس عرض الإطار بالمليمتر نسبة الارتفاع إلى عرض الإطار، وهي نسبة بين مقطع الارتفاع ومقطع العرض للإطار. مثال: عرض الإطار ونسبة الارتفاع إلى العرض هما 65215. الاحتكاك: وهو مقياس لقدرة الإطار على الوقوف على الأسطح الرطبة أو المبللة، ويشار إليه بالحروف C B A A A. أعلى معدل احتكاك يشار إليه بالرمز A A، وأدنى احتكاك هو C. مثال: فإن رمز الاحتكاك هو A. في المملكة العربية السعودية يوصى بشراء الإطارات ذات الاحتكاك A A A B. تاريخ الصنع: الطريقة الصحيحة لقراءة تاريخ تصنيع الإطار إذا كان رمز التصنيع هو 036، فإن ذلك يعني أن الإطار مصنوع في الأسبوع الثالث من عام 2012 ميلادي.
وإذا كان رمز التصنيع هو 237 فإن ذلك يعني أن الإطار مصنوع في الأسبوع 37 من عام 2012 ميلادي. ضغط الهواء في الإطار. يقاس ضغط الهواء بالرطل على البوصلة المربعة PSI أو كيلو باسكال KPA. مثال: الحد الأقصى لضغط الهواء في الإطار هو 25 رطل بوصة مربعة أو 240 KPA. وكل نوع من الإطارات له ضغط مختلف عن النوع الآخر، فيجب قراءة مقدار الضغط على إطارات سيارتك أو مراجعة الشركة المصنعة. تحذير: ألا يزيد ضغط الهواء عن المعدل الأعلى المسموح به، وإلا تتم المعايرة بعد المشي مباشرة. تريث حتى تبرد سخونة الإطارات. أسباب تلف الإطارات: السرعة الزائدة، التفحيط، الحمولة الزائدة، نقص ضغط الهواء في الإطار، عدم التدوير بين مواقع الإطارات، الفرملة القياسية، المحاذاة غير الصحيحة للإطارات. الحل: معاينة إطارات سيارتك للتأكد من عدم وجود تلف أو اهتراء أو شقوق. فحص ضغط هواء الإطارات مرة كل أسبوع. التدوير بين مواقع الإطارات، ترصيص الكفرات. للمزيد من المعلومات اقرأ دليل مالك السيارة، مراجعة الشركة المصنعة، اقرأ الملصق المثبت على باب السائق. Thank you.